محمد إبراهيم باكستاني من ذوي الهمم بزغ اسمه في لعبة تنس الطاولة في بلاده. تغلب محمد إبراهيم على وضعه الصحي، فقد ولد بيد واحدة، لكن ذلك لم يفت في عزيمته، حيث قرر أن يصبح لاعبا يشار إليه بالبنان في لعبة تنس الطاولة. بدأ شغفي بلعبة تنس الطاولة منذ المرحلة الابتدائية، حينما نصحني مدرب اللعبة بالبحث عن شيء آخر. هذا أدخلني في تحد كي أثبت قدرتي على إتقانها، حيث حفزني ذلك على أن أكون لاعبا ثم مدربا. فكل شخص هباه الله القدرة على تحقيق ما يصبو إليه إن توفرت لديه العزيمة والرغبة. ينحدر محمد إبراهيم من أسرة متواضعة، ورغم الصعوبات فقد شارك في العديد من البطولات المحلية والإقليمية المختلفة لفئات ذوي الهمم، بل شارك في عدد من البطولات المفتوحة، وتمكن بفضل صبره وتفانيه من حصد العديد من الجوائز والميداليات. في بداية مشواري كان والدي يتساءل عن جدوى ما أقوم به، لكن بعد ما حققته من بطولات بات يشعر بالفخر بي. شاركت في بطولات محلية وأخرى في كوريا الجنوبية ودبي، ونلت عدة كؤوس ودروع وجوائز، من بينها 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات. طموح محمد إبراهيم لم يقتصر على إجادة لعبة تنس الطاولة، بل بات مدربا للعبة في أحد المراكز الرياضية في مدينة بيشاور، حيث درب ولا يزال العديد من الأشبال والفتية الذين فاز بعضهم في بطولات على المستوى المحلي. شاهدت مقاطع لمحمد إبراهيم أثناء لعبة تنس الطاولة حيث حفزني على هذه اللعبة، ثم اتصلت به وقررت التدرب معه، والآن بعد 5 أشهر تعلمت منه الكثير وشاركت في عدد من البطولات الداخلية. يشتكي محمد إبراهيم من قلة الدعم الحكومي للأنشطة الرياضية لا سيما لذوي الهمم، ويؤكد أن بإمكان أي شخص حتى وإن كان من ذوي الهمم تحقيق إنجازات لا تقل عن الآخرين. لم يستسلم محمد إبراهيم لوضعه الصحي، بل قاده طموحه وتصميمه ليصبح لاعبا في تنس الطاولة، بل ومدربا وملهما للآخرين. عبد الرحمن مزيني لبرنامج الصباح العربية بيشاور.